نيجي لاخر نقطه في المحاضره، الدي اسكاليشن والديوريشن. يعني ايه؟ انا دلوقتي قدام اختياري، عندي دي اسكاليشن وديوريشن، مين احسن؟ يعني ايه؟ يعني انت احسن لك تيجي بعد 3 4 ايام تشوف انا اوقف اعمل دي اسكاليشن على مهلي، ولا لا احط المضاد بتاعي فيكس ديوريشن مثلا اسبوع واوقفه، ومش مهم اي حاجه تحصل في النص. تعالوا نشوف الجايد لاينز. الجايد لاينز قال لك ايه؟ وي سجست ديلي اسسمنت فور دي اسكاليشن على يوزنج اوف فيكس ديوريشن. فالقصه محسومه، لو انت هتقدر دي اسكاليت دي اسكاليت. طيب يبقى ده اول نقطه. طب تاني نقطه، هل ينفع استخدم البايو ماركرز في الانيشيشن والدي اسكاليشن؟ السؤال ده ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ الانيشيشن ليها ريكومنديشن والدي اسكاليشن ليها ريكومنديشن تاني. نبتدي الاول بالانيشيشن، هل ينفع استخدم البايو ماركرز في الانيشيشن؟ الاجابه لا، ما ينفعش. لا، عين بروكال عالي او سي ار بي عالي تديله مضادات، خاصه لو برود سبيكترا، لان هي عندها فولس بوزيتيفز كتيره. لازم يبقى في كلينيكال ايفالويشن هو اللي يشككك ان في سيبسز انت محتاجه. طيب يبقى اول حاجه مش هينفع استخدمها في الانيشيشن، الاجابه بتاعتي نو. طيب نشطب على الانيشيشن وخلينا في الدي اسكاليشن، هل ينفع استخدم البايو ماركرز في الدي اسكاليشن؟ الاجابه لسه متجاوبه من سنتين في الارتكل المهم قوي ده اللي 12 في 2021 اللي اسمه البروجريس ترايل، وده كانوا بيقارنوا البروكال سيتونين جايدد ثيرابي بالستاندرد اوف كير اللي هو الفيكس ديوريشن، ولقوا ان البروكال سيتونين جايدد ثيرابي اداني بيتر سرفايفل عن الستاندرد كير. المورتاليتي لو شفتوا خط المورتاليتي بينزل اسرع في الستاندرد كير عن البروكال سيتونين جايدد، تمام؟ سلوور المورتاليتي سلوب ان ذا بروكال سيتونين جايدد جروب، تمام؟ بناء على البحث ده الجايد لاين اتغير وقال لك وي سجست يوزنج بروكال سيتونين مع كلينيكال ايفالويشن، يستحب انك تستخدم البروكال وممكن طبعا السي ار بي مع الكلينيكال ايفالويشن في الدي اسكاليشن بتاعك، تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتنا بايو ماركرز ان دي اسكاليشن هيبقى يس، انيشيشن هتلاقيني شاطب عليها. طيب الارتكل ده بقى لسه منشور الشهر ده في يناير 2021 وفي انتنسيف كير ميديسن، واحده من التوب توب جورنالز في الانتنسيف كير. ازاي بقى استخدم البايو ماركرز؟ اقيسه امتى؟ واقلل المضاد امتى؟ وازوده امتى؟ واخد القرار ازاي؟ عملوا لنا بقى عملوا لنا هنا فيجر خرافي، بس هو على قد ما هو خرافي هو معقد شويه، فانا بسطته في الفيجر الجاي ده. اول خطوه ستيب 1، هل العين بتاعك ده نون اميونو كومبرومايزد؟ يعني ما هوش مش بيتكلم في نيوتروبينك، في عيان زرع، في عيان لونج ستيرويد ثيرابي وكده، العيان عادي ما هوش اميونو كومبرومايزد، وكمان ما عندكش انديكيشن فور لونج تيرم انتيبيوتيك ثيرابي. في بعض الانديكيشن زي الانفكتيف اندوكاردايتس والاوستيومايلايتس بياخدوا المضادات لفتره طويله. اول يبقى اول خطوه اتاكد لي من الحاجتين دول، ان العيان بتاعك مش اميونو كومبرومايزد وما هوش عنده انديكيشن فور لونج تيرم ثيرابي. لو الاجابه يس، طيب هتبتدي امبيريكال انتي بوتكس وتسحب مزارع وتعمل ماركرز سي ار بي او بروكال او كلاهما، دي الخطوه الثانيه. طب الخطوه الثالثه بعد 3 ل 5 ايام من الفول انتي بوتيك ثيرابي هتري اسس على ثلاث حاجات، يبقى بعد 3 ايام هتشوف ثلاث حاجات، كلينيكال امبروفمنت واليمينيتد سورس والسوفا سكور يقل بنقطتين، يعني العين جنرال بيتحسن. قدامنا حاجه باثنين، يا اما تحققوا يا اما ما تحققوا. خد بالك، خد بالك من كلمه اليمينيتد سورس، انا مش بتكلم في عيان مليك او بجوند بيجيب بص او اون جوينج انفكشن او لسه مش معروف السورس بتاعه ايه اساسا، انا بتكلم في عيان حقق الثلاث حاجات دول. لو الثلاث حاجات دي اجابتها يس، الخطوه الرابعه هتوقف المضاد يا اما بعد 7 ايام يا اما بعد 5 ايام لو البروكال قل 90% او السي ار بي قل 50%. ودي نقطه فنيه جدا اتمنى الناس تاخد بالهم منها. الناس بتتابع السي ار بي يقول لك السي ار بي كان 100 بقى 40، لا انا مش هوقف لما يرجع نورمال. لا، مش لازم يرجع نورمال، يرجع 50% من الماكسيمم اللي وصله. البروكال هو اللي لازم ينزل بمقدار 90%. يبقى انا قدامي اختيار من اثنين، لو انا حققت الثلاث حاجات اللي انا قايلهم فوق دول، يا اما بعد 5 ايام اوقف بشرط ان البروكال ينزل 90% او السي ار بي ينزل 50%، او ان انا ابقى قعدت 7 ايام فول ثيرابي. طب لو نو، يعني ايه؟ يعني لا السوفا ما اتحسنش او ما حصلش كلينيكال امبروفمنت او السورس لسه مش اليمينيتد، يقول لك تشيك 3 ديز اللي هم ايه؟ كوريكت دايجنوزس، كوريكت دراج، وبروبر درينج. اتاكد انك مشخص الانفكشن صح، مش في سايت تاني مثلا وانت مش واخد بالك منه، إيه انك مدي الدراج الصح، مغطي الاورجانيزم بتاعك صح، وان مفيش دراج ريزيستنس، وطبعا ان في بروبر درينج. لو لسه الفوكس مش اليمينيتد، العين طبعا الطبيعي بتاعك مش هيتحسن، وطبعا مش هتوقف المضادات بتاعتك، تمام؟ فهي الميزه الفيجر دلوقتي بقى كله ثلاثات، بعد ثلاث ايام هتاسس ثلاث حاجات وتوقف لو حصلوا ثلاث حاجات، ولو ما لو ما لقيته ما يتحسنش يبقى انت هتراجع برضه ثلاث حاجات. طيب نيجي بقى احنا خلاص بنشطب في المحاضره، المقارنه برضو في الارتكل اللطيف بتاع انتنسيف كير ميديسن ما بين البروكال والسي ار بي، ما له وما عليه كل واحد فيهم. فقال لك مميزات كل واحد، عيوب مثلا البروكال سيتون عن البروكال، سوري البروكال البروكال سيتون عن السي ار بي، ان هو عنده فولس نيجاتيفز في الاستيرويدز وفي الاميونو سبريشن وفي النيوتروبيني، وكمان الرينال فيلير ورينال ريبليسمنت ثيرابي بيأثروا عليه، في حين السي ار بي بيتاثر بايه؟ في الكرونيك رينال ليفر فيلير، تمام؟ فدي المقارنه اللي ما بين الاثنين. ولو خدت بالكم ان هم مش بيديسكريمينيت قوي زي ما الناس فاكره البكتيريا من الفيرال، لا هو البروكال بيبقى اعلى شويه في البكتيريا عن الفيرال، بس هم مش كافيين لا ده ولا ده. لو بصيت في اخر سطر في المقارنه هيقول لك الديسكريميشن بتاع البكتيريا فيرسس فيرال انفكشن بور في الاثنين. طيب
لو انا ما عنديش بقى بايو ماركرز ولا بروكال بيطلع ولا سي ار بي بيطلع نظام ولا اي حاجه وعايز اعمل بري ديفاين ديوريشن، استخدم لونج ولا شورت ديوريشن؟ القصه دي موجوده في الجايد لاين بكل وضوح. الجايد لاين مش بس كاتبين الريكومنديشن، دول حطوا لك الجدول اللي جمعوا فيه كل الترايلز اللي استخدمت الشورتر فيرسس لونجر ديوريشن، جاب لك النيومونيا والبكتيريميا والانتر ابدومينال انفكشنز واليورينري تراكت انفكشنز، وقارن الشورتر ديوريشن زي ما احنا شايفينها هنا بالاصفر قصاد اللونجر ديوريشن. ولو خدتوا بالكم الشورتر ديوريشن ما بين 5 ل 8 ايام واللونجر ما بين 10 ل 15 يوم، تمام؟ لقى نو ديفرنس، مفيش فرق بين السبع ايام والعشره او السبعه وال15 او الخمسه والعشره. فلذلك اللي يقول لك لازم المضاد يمشي اسبوعين، لا دي مش في كل الحاجات. لو انت اليمينيتد سورس وهو عندنا الايفيدنس وجايد لاينز واضحه، لا ممكن سبع لثمان ايام دي از فيري انف. لو برضو تاني بكرر السورس اليمينيتد، تعالوا نشوف الجمله مكتوبه ازاي في جايد لاين، وي سجست يوزنج شورتر اوفر لونجر ديوريشن اوف انتي مايكروبيال، تمام؟ وده كمان في ايه؟ في سيبسس وسيبتك شوك، مش في التهاب عادي. اخر حاجه خلاص احنا بقى خلصنا كلشر نيجاتيف سيبسس، دي قصه معقده جدا. يبقى عندك سسبكتد سيبسس وتعمل مزارع وتبتدي مضادات، بعد شويه تلاقي المزرعه طالعه لك نيجاتيف، ايه الحل؟ انا اديت الامبيريكال انتي بوتكس، والخناقه بقى مع الصيدليه ومع الناس ومع الاداره، نوقف ولا ما نوقفش ومزارع نيجاتيف وهكذا. قال لك لو انت كلشر بوزيتيف خلاص هتعمل اسكاليشن وهتشوت نارو كفرج وتركز على الحاجه اللي طالعه لك في المزرعه. طب لو انت بقى كلشر نيجاتيف، قال لك اعتمد كلينيكال. لو العيان مش بيمبروف مش هينفع تعمل اسكاليشن ولا دي اسكاليشن، لا سوري مش هينفع دي اسكاليشن، لازم تعمل اسكاليشن وتكونسيدر كمان الفانجل كفرج. فدي القصه مكتوبه، قال لك انت ممكن عيان تعمل له مزرعه ومزارع وتطلع نيجاتيف ومش بيتحسن، وانت شايف ان هو فعلا لا في سيبسس كل الماركرز بتاعته عاليه، ده مش هيوقف له المضادات، ده هنسكاليت مش هندي اسكاليت، تمام؟ لو بيتحسن لا ساعتها ممكن ابتدي اعمل دي اسكاليشن. طيب